قلت لك صار واحد بده يدافع عن عرضه وشرفه، بس نحن مناشد رب العالمين، ما مناشد دول عربيه. نحن الآن في حي القاطرجي. الطيران الروسي ألقى صاروخ على هذا الحي، بناء كامل من مؤلف من 5 طوابق تهدم بشكل شبه كامل. معنا أحد أخوة من الدفاع المدني يحدثنا عن من ما زالوا تحت الأنقاض. مرحبا بك. أهلا أخي الكريم. حدثنا عن القصف الروسي الآن، ماذا استهدف من الأحياء وما هناك تحت الأنقاض حاليا تحاولون إجلاءه؟ أخي صار عدة غارات على أحياء حلب، منها حي الزبدية وحي الشيخ خضر، والحمد لله كل إصابات وأضرار مادية. ولكن في القاطرجي كما ترى أن الضرر بالمبنى كله، وفي عائلة كاملة تحت الأنقاض وجاري البحث عنها إن شاء الله. رأينا القصف الروسي يستهدف مناطق المدنيين فقط، حدثنا عن هذا الاستهداف، هل يستهدف مقرات للمعارضة؟ أخي ما في قرارات للمعارضة أبدا، عم يستهدف المباني السكنية فقط لا غير، مباني مأهولة في السكان، لا يوجد مقرات عسكرية ضمن المدينة، لا يوجد مقرات عسكرية ضمن المدينة، مباني سكنية مأهولة بالسكان، عم يضرب مدنيين، ما في عساكر عنا يا أخي، محل ما عم يضرب ما في شيء اسمه عساكر، كله مدني. لعلا خطايره كلها ما لعلا. لك صار وعزه بده يدافع عن عرضه وشرفه، بس نحن منا شد رب العالمين، ما منا شد دول عربيه. نحن الآن في حي القاطرجي. الطيران الروسي ألقى صاروخ على هذا الحي، بناء كامل من مؤلف من 5 طوابق تهدم بشكل شبه كامل. معنا أحد أخوة من الدفاع المدني يحدثنا عن من ما زالوا تحت الأنقاض. مرحبا بك. أهلا أخي الكريم. حدثنا عن القصف الروسي الآن، ماذا استهدف من الأحياء وما هناك تحت الأنقاض حاليا تحاولون إجلاءه؟ أخي صار عدة غارات على أحياء حلب، منها حي الزبدية وحي الشيخ خضر، والحمد لله كل إصابات وأضرار مادية. ولكن في القاطرجي كما ترى أن الضرر بالمبنى كله، وفي عائلة كاملة تحت الأنقاض وجاري البحث عنها إن شاء الله. رأينا القصف الروسي يستهدف مناطق المدنيين فقط، حدثنا عن هذا الاستهداف، هل يستهدف مقرات للمعارضة؟ أخي ما في قرارات للمعارضة أبدا، عم يستهدف المباني السكنية فقط لا غير، مباني مأهولة في السكان، لا يوجد مقرات عسكرية ضمن المدينة، لا يوجد مقرات عسكرية ضمن المدينة، مباني سكنية مأهولة بالسكان، عم يضرب مدنيين، ما في عساكر عنا يا أخي، محل ما عم يضرب ما